امام المرمى، وكنظن بان انتظرنا عمل، فما يمكنش غادي نقولوا بان الفريق راه واجد 100%. فهو الفريق عنده ثغرات، هذيك الثغرات كنتمناو مع رفقه المكتب المسير، رفقه الناس الغايورين على الفريق في الميركاتو، بان يمكن نسدوا الخلل اللي كاين في الفريق. وكنظن حتى الملعب حتى هو كيزيد شويه كيضرر المصلحه ديال الفريق اكثر ما كيعاونها، وبالتالي فهناك هذو هما النقاط اللي ربما نشتغلوا عليهم في المستقبل، لان احنا المباراه الاولى باقي 600 ديال اللعابه باقي ما حافظينهمش، وبالتالي فحنا خدنا واحد الفكره على الاداء ديال اللاعبين اللي هما رسميين، وكنتمناو المستقبل يكون بجانبنا.